بسم الله الرحمن الرحيم. هفرجكم على كايبر الماترن من حمام الستوك الحاج فتح البالة الله يرحمه، من أقوى الحمام اللي جابه من بره. الكايبر الماترن الحديدي ده، كايبر ماترن من ستوكات الحاج فتح البالة، كسبان بو أول على العالم في سباق النقطة المشتركة. الحمامة بسم الله ما شاء الله، مخدات قوية جدا، العيون بسم الله ما شاء الله عليها، عين الكايبر الماتر عين بسم الله ما شاء الله عليها، الريشة الحمام طبعا بيقلش بالموسم ده، ريشة بسم الله ما شاء الله، من أقوى الحمام اللي جابه الحاج فتح البقالة من هولندا. كايبر الماترن من أقوى الحمام اللي جابه، فرده سرعة قوة، جسمان قوي خفيف، من البواب اللي خد منها الحاج نزيه وكسب بها، واللي عمل بقى نتائج جامدة أوي 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 بره الحاج فتح البقالة في هولندا وبلجيكا في لفتاته بره. حمامة نقية، دم قوي ودم نقي، مخدات من غير ما تفرد رجل، من غير ما تعمل اي حاجة خالص، فرد جسمانه وريشة حلاوة، فرد بيتكلم عن نفسه، محقق انجازات، ابوه وامه واجداده كلهم ابطال، كسبانين اسوان، كسبانين اول على العالم في سباق النقطة المشتركة، ومش هنقول اي كلام لان الحاج فتح البالة غني عن التعريف، وهو رقم واحد في مصر واحسن حمام جابه، فدي من السكات مباشرة، ودي كايبر ماترن بيور.